بردوري فياض عم بيحكيكم. أنا حبيت هيك أوجه لكم هالمساج اللي مقسوم لقسمين، قسم بيحكي عنكم وقسم بيحكي عنا نحن. كنا منعرف إنه حفل تخرجكم كان من المفترض بهذا الشهر يكون. هالاحتفال اللي ناطرينه صار لكم تقريبا 15 سنة. درستوا، تعبتوا، سهرتوا لا تقدروا توصلوا لهالمرحلة. نحن كلنا فهمنين زعلكم، يمكن لأنه ما قدرتوا تقضوا آخر شهر مع بعضكم من السنة بالمدرسة، تركضوا يمكن بالكولوارات معجوقين لآخر مرة، تودعوا الأساتذة والمعلمات بهيك سكتشات مهضومة بتشبهكم، مجبولة بالشكر من القلب على كل هالسنين اللي قضيتوها معهم. يمكن ما قدرتوا تلبسوا التيشيرت اللي كنتوا رح تنقوها وتطبعوا عليها فكرتكم المهضومة. نعرف انكم زعلانين يا صبايا لانه ما قدرتوا تشتروا الفستان اللي كنتوا عم تحلموا تلبسوه بسهرة التخرج، ولا الشباب قدروا ينقوا الكرافات المناسبة للبدلة اللي رح يلبسوها. ما قدرتوا يمكن تختاروا الموسيقى اللي رح تفوتوا عليها بحفل التخرج. ما قدرتوا تقولوا الكلمة اللي رح تكتبوها وتقولوها قدام أهلكن وكل الحضور. ما قدرتوا يمكن تكبوا الشابو تبع التخرج. نحنا كمان كنا ناطرين عن جد بفارغ الصبر هاللحظة اللي رح كنا نسلمكن فيها شهاداتكن ونزقفلكن بكل حماس وفخر، فهمنين قلقكن على مستقبلكن، ولكن بنفس الوقت عنا كامل الثقة بحماسكن تتكونوا عم تتخطوا هالمرحلة بنجاح. بقوا مثل ما عرفناكن مميزين بشخصيتكن، ملتزمين بمبادئكن، واثقين بنفسكن، ثابتين على إيمانكن، محبين مع بعضكن البعض ومع كل إنسان تلتقوا فيه. وبأنا بقلكن بالآخر بقوا حكمويين بانتمائكن. نحن للحكمة ربيع.